السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ مع حضراتكم أسبوع جديد، وخلال هذا الأسبوع من مشيئة الله تعالى نحن بانتظار واحد من أهم مواسم العام، موسم شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم جميعا بهدات البال وصلاح الأحوال وبالصحة والعافية. إذا جلسة الأعمال ستفتتح هذا الأسبوع، أولى لقاءاتنا اليومية التي رافقناكم من خلالها كل يوم من الأحد إلى الخميس في نفس الموعد. في هذا الصباح يرافقنا بالمتابعة والتحليل من الاستوديو السيد محمد السقا الصحفي الاقتصادي في جريدة المسيل. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير. وصباح الخير أيضا، ننتقل بها إلى بورصة قطر لنحيي ضيفنا هناك سيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية. أهلا بك سيد أحمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. ومباشرة إلى محطتنا الرئيسية إلى بورصة قطر، طبعا تابعنا أسبوع كان حافل بكثير من التفاعلات، وأنهت معه بورصة قطر تداولاتها عند المنطقة الخضراء لتواصل بذلك ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي. تابعنا الدعم من عملية شراء استباقية نفذها المستثمرون، تابعنا أداء إيجابي على بعض من الأسهم القيادية في السوق، على إثر ذلك سجل مؤشر السوق أيضا نموا نسبته 0.8%، لنرى إغلاقات عند مستوى 10541 نقطة. وقد بلغت مكاسب البورصة خلال الأسبوع الماضي حوالي 7 مليارات و800 مليون ريال، لتصل قيمة السوقية لبورصة قطر إلى 616 مليارا و100 مليون ريال، كما ارتفعت أيضا قيم التداول إلى نحو 3 مليارات و222 مليون ريال، لتسجل نموا نسبته 29%، وذلك من خلال تنفيذ 53,000 صفقة تقريبا على 2,220,000 سهم. هذا وقد شهدت تداولات الأسبوع ارتفاع أسهم 24 شركة، بينما تراجعت في المقابل أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم شركة واحدة فقط عند مستويات إغلاقات الأسبوع الماضي. هذه بشكل سريع كانت تفاصيل أداء المؤشر خلال أسبوع. سيد محمد، دعنا نتحدث إذن عن التداولات الأسبوعية، يعني برأيك ما هي النقطة الأبرز كانت في تداولات هذا الأسبوع؟ هل هو المكاسب التي قدرت ب1%؟ هل هي ملامسة قريبة لمستويات 1600 نقطة، وهي ملامسة لم نراها لفترة ليست بالهينة؟ أم هو برأيك الزخم الذي تابعناه؟ يعني كان لدينا نشاط واضح، تفاعل واضح على مجموعة كبيرة من الأسهم وقيم وأحجام تداولات مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير روان وجميع المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله يكون الشهر الكريم شهر رمضان شهر خير علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية. بالتأكيد روان، لو عدنا إلى الأسبوع الماضي الارتفاعات مهمة بشكل كبير. الآن نحن تخطينا مستويات يعني مقاومة كانت صعبة نسبيا، يعني يمكن خلال شهرين أو 3 شهور كان مجرد الاقتراب إليها يعقب مباشرة عمليات تصحيح، ولكن ما شهدناه خلال الأسبوع هو أنه الارتفاعات جاءت متتالية، وفي نفس الوقت أتى معها ما تحدثت عنه وهو النشاط الكبير على مستوى التداولات. ولو نظرنا بتحليل الأرقام، يعني تحدثنا عن قرابة 3.25 مليار ريال تداولات على أكثر من 2 مليار سهم، معنى ذلك أنه النسبة الأكبر توجهت إلى الأسهم المضاربية، وهذا جزء أعتقد أنه مزاجية السوق تؤشر إلى أنه الآن سنعود مرة أخرى إلى الموجة التي شهدناها في نفس هذا التوقيت من العام الماضي. يعني لو نظرنا إلى العام الماضي كان أيضا ما قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان وما أعقب رمضان من شهور متتالية كانت تداولات قياسية بكل تأكيد، ووجدنا مرة واحدة عندما كنا قبلها نتداول متوسط التداول يوم ما بين 250 إلى 300 مليون ريال قفزنا إلى مستويات أكثر من نصف مليار ريال و600 مليون ريال في الجلسة الواحدة. معنى هذا أنه السوق الآن يتحدث أو يحدث المستثمرين بعضهم البعض في أن نحن الآن مقبلين على جولة جديدة من هذا الزخم على مستوى التداولات. بكل تأكيد هذا أمر مفيد للسوق، ولكن وهذا أمر مهم، نحن مقبلون خلال شهر رمضان إن شاء الله على المراجعة الجديدة لمورجان ستانلي. نعم. ولدينا فترة مراقبة حالية للسوق، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أنه نشهد زخم موازي على الأسهم القيادية. نعم. لأنه عملية التسعير أو الوزن النسبي لهذه الأسهم على المؤشرات كما سبق وشرحنا كثيرا هنا في البرنامج، التسعير لها والوزن النسبي لها ضمن هذه المؤشرات العالمية يعتمد بشكل رئيسي على نقطتين، النقطة الأولى معدل الدوران، والنقطة الثانية ما هي نسبة استحواذ كل سهم منهم على التداول. طيب دعنا نتوقف قليلا مع الأسهم القيادية. يعني سيد أحمد،
هل من الطبيعي أن يكون كل هذا الزخم؟ لدينا نتائج مالية هذا بدأت الأسبوع الماضي وتتواصل هذا الأسبوع للربع الأول، لدينا مراجعة مورغان ستانلي، لدينا كل هذه المحفزات ويختفي أو يخفض بعض الشيء بريق الأسهم القيادية، هل ما يحدث هنا هو دور ربما مفقود للمؤسسات المحلية في تنشيط حركة التداول على هذه الأسهم والتي لا نختلف على دورها الأساسي في أداء المؤشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لك روان. يعني أنا لا ما بشوفه أنه هو خلينا نقول دور مفقود للمحافظ المحلية، لأنه أصلا حتى المحافظ الأجنبية بشكل كبير بنشوف توجهاتها ضمن المؤشرات العالمية بتكون على كثير من الأسهم القيادية. يعني إذا نحن بنشوف حركة المحافظ الأجنبية الكبرى والصناديق مثل مورغان ستانلي مثل فوتسي مثل غيره، دائما ينتقي أسهم قيادية وأسهم ذات وزن جيد بالمؤشرات، وبالتالي معظم أعماله بتكون وجزء كبير من استثماراته بضمن هذه الأسهم اللي هي أسهم دفاعية أو قيادية بشكل عام. يمكن الدور هو نحن بنعرف أنه غالبا بالفترات الأخيرة كانت المحافظ المحلية عم تاخد دور الدفاع أكثر من دور الهجوم، وبالتالي بخلال الفترات السابقة كان في دور واضح للمحافظ المحلية بالحفاظ على توازن السوق نوعا ما، وخاصة ببعض الأسهم اللي هي ذات أوزان مرتفعة بضمن المؤشر، وهذا يمكن ساهم ب أنه يكون دوره شوي أكثر هدوءاً من المحافظ الأجنبية أو من اللاعب حتى الفردي الأجنبي أو المحلي، واللي شفناهم بكثير من الأحوال عم بيتحركوا بشكل قوي بعمليات مضاربية قوية بحثاً عن تحقيق أرباح سريعة. بنفس الوقت ما بدنا ننسى أنه المحافظ بشكل عام حركتها بتكون مدروسة وأكثر بطئاً من حركة الأفراد، يعني من الصعب جداً على محافظ كبرى أنها تقوم بعمليات مضاربية يومية، لأنه هي بتحتاج إلى قرارات معينة، وفي حال انخفاض السهم أو ارتفاع وأخذ مبادرات سريعة، فغالباً ما بنشوف أنه الجزء الأكبر من الأموال عم تتجه بناءً اللي هي المضاربية عم تتجه بناءً لتحركات فردية أكثر مما هي تحركات محافظ. نعم. لا أنا بشوف أنه يمكن كان هناك نشاط واضح لدور الأفراد نوعاً ما بالعمليات المضاربية. بتصور أنا مع قرب نتائج الربع الأول ومع إعلانات الربع الأول تتضح الرؤية أكثر وتبدأ عملية تغيير وبناء المراكز أن تكون أكثر نشاطاً مما اعتدنا عليه بالأيام السابقة. نعم، ولا ننسى طبعاً أننا بدأنا بشكل فعلي موسم النتائج المالية مع إعلانات شركة الإسمنت الأسبوع الماضي. هذا الأسبوع سيكون لدينا بمشيئة الله تعالى 4 شركات تستعد لإفصاح نتائجها، حيث ننتظر إفصاح لشركتين اليوم، هما بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي، قياديات إذن القطاع البنكي اليوم نحن على موعد معها. من المنتظر أن يفصح أيضا بنك قطر الأول بعد غد الثلاثاء، كما ستفصح شركة وقود عن نتائجها يوم الأربعاء المقبل. يعني يوم مهم للقطاع البنكي سيد محمد، لدينا كيو أم بي ولدينا المصرف، يعني مؤشر واضح على أداء القطاع البنكي سيكون بدءا من اليوم بمشيئة الله تعالى. كيف تنظر إلى النتائج المنتظرة، خاصة وأن يعني لدينا بند المخصصات كان قد شكل تحديات خلال العام الماضي؟ صحيح، يعني كيو أم بي والمصرف هم أكبر بنكين على مستوى يعني المؤشر نفسه، على مستوى الوزن النسبي للمؤشر وحدهما قرابة 30% من وزن المؤشر، بالتالي تأثير على حتى فنيا على المؤشر بكل تأكيد سيكون قوي. ولكن يعني لو توجهنا لنقطة المخصصات، لا يمكن أبدا أو يعقل أنها تختفي مرة واحدة ما بين عام 2020 لعام 2021، ولكن أعتقد أنه تأثيرها سيبدأ في الهدوء. والحقيقة أنه هناك أمر إيجابي مهم، مع تخفيف الضغط عبر المخصصات ينعكس ذلك مباشرة على النتائج المالية للشركات. نعم. فبالتأكيد الآن سيكون هناك استقراء استباقي بعض الشيء لنتائج هذه الشركات عبر آلية تخلصها من هذه المخصصات نسبيا. ولكن الأمر المهم روان وهو أنه القطاع البنكي يعني يؤشر إلى قطاعات أخرى مرتبطة، يعني عندما تحدث عن ارتفاع حجم التمويل وفق ما قد تضم ميزانيات هذه البنوك، بالتأكيد هذا يؤشر إلى نمو اقتصادي على مستوى قطاعات أخرى. القطاع البنكي داخل السوق هو الأكثر على مستوى الربحية، الأكثر على مستوى التوزيعات، كل تأكيد بناء القرار الاستثماري على مستوى السوق كله مربوط بشكل كبير بأداء هذا القطاع، وأعتقد أنه سيكون هناك تحسن ولكن سيكون تدريجي، لأنه الربع الأول لن يكون بالانطلاقة الكبيرة، ولكن مع الربع الثاني والثالث والرابع قد نشهد أداء أفضل بكثير. طيب سيد أحمد، لدينا كمان شركتين أخرتين هما وقود وبنك قطر الأول، وأريد أن أبدأ مع وقود نظرا يعني التفاعل القوي على هذا السهم الذي يعد أيضا سهم قيادي في قطاع الخدمات ومن ثم بنك قطر الأول.
صحيح، يعني نحن بنعرف انه سهم وقود خلال السنه الفائته كان عليه فتره من الضغوطات بسبب عمليات الحجر وعمليات الاغلاق الكلي اللي شفناها وتوقف بعض الخدمات لفترات معينه من السنه. الضغط الكبير كان خلال الربع الثاني والربع الثالث اذا بدك، ونوعا ما الربع الرابع، ولكن الربع الثاني والثالث كانوا هن ذروه هذه الضغوطات على مستوى قطاع النقل واللي تاثر بشكل كبير واثر بدوره على اداء شركه وقود. الربع الاول نوعا ما كان جيد خلينا نقول خلال العام الفائت، بالرغم من انه كانت حتى ارقامه تاثرت ولكن بشكل بسيط بنهايات شهر مارس. فانا بتوقع انه السنه ان شاء الله اكيد الاداء افضل. لم نشهد حتى الان اي عمليات اغلاقات مثل ما شاهدناها خلال الفترات السابقه بالربع الاول او حتى الان بالربع الثاني، وهيدا اذا بدك مؤشر جيد لتطور ونمو بالشركة. أنا بتوقع أنه الربع الأول راح يكون فيه إن شاء الله نمو جيد، ولكن النمو الأكبر والأداء القوي لسهم وقود سيكون بالربع الثاني والربع الثالث، لأنه هناك كان في عنا الضغط الكبير الذي تم خلال العام الفائت. نحن بنعرف أنه حتى بالربع الرابع استطاعت شركة وقود أن تعود لتحقق أرباح جيدة بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي واجهناها على مستوى الربعين السابقين. ماذا عن بنك قطر الأول؟ بالنسبة لبنك قطر الأول بالربع الأول من العام الفائت حقق خسائر حوالي 191 مليون ريال. بالربع الرابع من نفس العام 2020 حقق أرباح 1,200,000. هذا لحاله مؤشر مهم جدا على التطور والنمو اللي عم بيقوم به البنك. بنفس الوقت ما بدنا ننسى أنه بخلال شهر ديسمبر ويناير فبراير من العام الفائت ديسمبر ويناير فبراير من العام الحالي قام البنك بشراء أو بالاستثمار بالعديد من خلينا نقول الأصول العقارية. الأصول المدرة للأرباح العقارية. قام بشراء يعني مبنى سكني أو خلينا نقول عقار مؤجر بالكامل بإنجلترا وبالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بقطر اللي هو يعني بمنطقة السيلية المؤجر للولو سوبرها ماركة اللولو. هذا بدل على أنه هناك توقعات لإيرادات يمكن تحقيقها للشركة جديدة تتم خلال الربع الأول بالإضافة للأرباح اللي حققها بالربع الأخير. فأنا بتصور أنه رح نشوف إن شاء الله بنك قطر الأول توقعات شخصية أنه يحقق مفاجأة جيدة بمستوى الانتقال من الخسائر إلى الأرباح وبمستوى تحقيق أرباح جيدة نظرا لنتائج الربع الرابع اللي هو حقق فيها ربحية 1.2 مليون ريال ونظرا للأصول المدرة للأرباح والمؤجرة بالفعل المؤجرة بالفعل واللي تم الاستحواذ عليها خلال هذه الفترات واللي من المتوقع أن تدخل إيرادات جديدة إلى البنك خلال هذه الفترة. تمام، نبقى في إطار المؤشر مشاهدينا، والآن إلى يعني حصيلة جديدة كشفتها بيانات نشرة تعاملات شركة الوساطة الصادرة عن بورصة قطر، والتي كشفت بأن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة عبر شركات الوساطة المرخصة لديها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 58 مليار و450 مليون ريال، كما ارتفع أيضا عدد الأسهم المتداولة إلى أكثر من 25 مليارا و900 مليون سهم، والتنفيذ كان على 1,270,000 صفقة، والتفاصيل نتابعها في التقرير التالي. على الرغم من التحديات التي يفرضها فيروس كورونا، إلا أن بورصة قطر ماضية في خططها الاستثمارية وتعمل على تشجيع الشركات على الإدراج في بورصة قطر، حيث بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر نحو 58 مليار و450 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو تجاوز 53%، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة عبرها بنسبة زادت عن 100% إلى أكثر من 25 مليار و900 مليون سهم مقارنة خلال الربع المناظر من العام الماضي، وقفزت عدد الصفقات المنفذة أيضا خلال تلك الفترة إلى 1,270,000 صفقة على أساس سنوي وبنمو نسبته 49.4%. وأظهرت البيانات الصادرة عن بورصة قطر أن شركة المجموعة للأوراق المالية تصدرت قائمة نشاط الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 24 مليار و770 مليون ريال، والتي تشكل 42.4% من قيمة الأسهم المتداولة عبر جميع الشركات، وذلك من خلال تنفيذ 614,800 صفقة شملت 15 مليار و720 مليون السهم.
وجاءت شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 13 مليار و810 ملايين ريال، والتي شكلت ما نسبته أكثر من 23% من إجمالي ما تم تداوله عبر جميع الشركات، وذلك من خلال تنفيذ 274,300 صفقة على نحو 3,090,000,000 سهم. وحلت شركة البنك التجاري للخدمات المالية ثالثا من حيث قيمة الأسهم بنحو 5,660,000,000 ريال، والتي شكلت ما نسبته 9.7% من إجمالي ما تم تداوله عبر شركات الوساطة. وشملت تلك التداولات 1,445,000,000 سهم تم تنفيذها من خلال 152,900 صفقة. كما شهد الربع الأول من العام الجاري استحواذ شركة قطر للأوراق المالية على نحو 9% من قيمة الأسهم المتداولة عبر شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر، وبقيمة بلغت 5,265,000,000 ريال. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تشجيع شركات الوساطة على تبني المزيد من المنتجات المالية والخدمات الجديدة والمستحدثة، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز النهوض بقطاع سوق رأس المال في الدولة وتنظيم آلية ممارسة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية. نشاط كبير إذن تبعناه على صعيد حركة الدولة سيد محمد، نراقبه طبعا منذ أكثر من عام، انعكساته بدأت واضحة على أداء شركات الوساطة، كيف رأيتها وهل جميع الشركات استفادت من هذا النشاط؟ هو الحقيقة لو كانت جميع الشركات فجميعها استفاد، ولكن بنسب متفاوتة. يعني لو نظرنا مثلا إلى المجموعة وكي أم بي والبنك التجاري، كانت هناك نسب قياسية على مستوى التداولات الخاصة بهم، وأعتقد أنه كان السبب الرئيسي فيها إما لتبني سياسات أو آليات مثل التداول بالهامش أو نفسها تعاقدات مع المؤسسات الأجنبية للتداول معها عبر الوساطة. فأعتقد أنه هناك يعني مكاسب مهولة لهذه الشركات، لأنه لو نظرنا بشكل واضح عملية نفسها التداول عبر عدد كبير جدا من الصفقات، وكل صفقة فيها عمولة وفقا لقيمة كل صفقة منهم طبعا. وبالتالي هذا يؤشر إلى أنه أي شركة من شركات الوساطة فقط تقدم خدمات سهلة، في ظل أنه الآن لدينا عدد كبير من المستثمرين الجدد داخل السوق. يعني لدينا خلال هذا العام فقط عدد كبير جدا من المستثمرين دخلوا، خاصة الأفراد هنا أتحدث، داخل الدولة، دخلوا السوق لأنه كانت مكاسب كبيرة بشكل كبير. فالآن هناك فرصة للشركات، نتمنى أن تستفيد منها، نتمنى أن تطور مثلا تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بها. كل شركة تهتم بهذه الأمور تذهب إليها الاستثمارات ويذهب إليها التداولات، وبالتالي تنعكس على أدائها وعلى أرباحها بشكل رئيسي. نعم. طيب سيد أحمد، يعني ننتظر هذا الأسبوع إطلاق سوق الشركات الناشئة مع شركة الفالح التعليمية وما قد يعقبه من إدراج ضمن هذا السوق، برأيك يعني أبرز التأثيرات المتوقعة على تداولات البورصة من خلال إطلاق سوق الشركات الناشئة كيف ستكون وعلى ماذا سيبرز تأثيرها؟ لا شك أنه هذا الموضوع هو بداية جديدة ومهمة جدا لجذب مزيد من رؤوس الأموال وإدخال سيولة شابة إلى بورصة قطر للتداول بها، سواء كانت ضمن بورصة أو شاشة الأسواق الناشئة أو الأسواق الرئيسية. بكل الأحوال هي فرصة استثمارية جديدة، قطاع جديد يتم التداول فيه. بنفس الوقت نحن عم نحكي عن شركات صغيرة الحجم، وهذه الشركات عادة مقارنة مع الشركات اللي هي الرئيسية المدرجة، وعادة ما تكون الشركات المتوسطة والصغيرة هي الأكثر فرصة للنمو. يعني نحن إذا بنشوف في كثير من اقتصاديات دول العالم بنشوف أنه هذه الشركات هي الشركات التي استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة على مستوى الأرباح وعلى مستوى النمو وبالتالي على المستوى السعري. بكل الأحوال هي تجربة جديدة، أنا بتوقع أنه ممكن تحتاج بعض الوقت حتى يكون عليها التداول بشكل قوي، ولكن بتصور أنه مع وجود العديد من الخيارات ودخول قطاعات جديدة ونحن بحاجة لإدخال قطاعات جديدة إن شاء الله بتكون موجودة بضمن هذا القطاع، بنشوف أنه الناس رح تبدأ إذا بدك تستغل هذا الموضوع. وبالنهاية هي فرصة استثمارية وهي شركة مدرجة، يعني من حيث المبدأ هي شركة تعتمد على العرض والطلب وعلى الأسعار وأيضا على توزيع الأرباح وغيره، وبالتالي هي فرصة مشابهة للأسواق الرئيسية 100%، ولكن الفرق أنه في عندها شروط معينة للإدراج مختلفة عن الشركات الرئيسية، وهذا بخليها تكون بضمن الشركات الناشئة واللي ممكن بيوم من الأيام تعود للانتقال إلى الشركات الرئيسية. نعم مشاهدينا، إذن دعونا نعود إلى المؤشر الرئيسي لنرى كيف جاءت افتتاحية هذه الجلسة اليوم، طبعا أولى جلسات تداول خلال
الأسبوع. وفيما يبدو المؤشر ضمن النطاق الأحمر بتراجعات تبلغ ربع النقطة المئوية، لنتابع مستويات تسجل حاليا عند 10516 نقطة تقريبا. تداولات نشطة بشكل واضح، 132 مليون وربع المليون ريال في مستهل هذه الجلسة، معنا حوالي 92 مليون سهم يتم التداول عليها. وكنا طبعا تابعنا النشاط الكبير مع نهاية الأسبوع الماضي، جلسة الخميس حملت معها قيم تداولات كانت من بين الأعلى خلال العام الحالي. الأكثر ارتفاعا لهذه الجلسة سهم استثمار في الصدارة 15%، يضيف السهم إلى رصيده. لنرى مستويات الريال وأحد عشر درهم تسجل لهذا السهم الذي سجل سلسلة مكاسب الأسبوع الماضي وشهد عمليات واسعة الحقيقة، واليوم التداولات على 11 مليون وثلاثة أربع المليون، فيما يبدو أنه سيكون متصدر أيضا لقيم التداولات لهذا الصباح. الخليج التكافلي يعود أيضا بقوة إلى المنطقة الخضراء أكثر من 2%، ليقف عند مستويات 3.41 درهم، مع تداولات تبدو محدودة على الشركة، مع ارتفاعات أيضا تسجلها شركة بروة ب 1.34 نقطة المئوية وأكثر من 7 ملايين و 600 ألف ريال تتداول عليها، لتعود وتتراجع لصالح السلام الذي يحل ثالثا ب 1.34 نقطة، وتضاف حاليا المجموعة للرعاية الطبية ب 1.16 نقطة. إذن الحقيقة أننا نشهد عمليات واسعة اليوم، وفيما يبدو النشاط قوي والتغييرات على المراكز فيما يخص الارتفاعات وحتى النشاطات تبدو واضحة لهذا الصباح. التراجعات تطال كيو أم بي بالدرجة بشكل واضح أحد الضغطين على المؤشر، لكن فيما يبدو أن الأكثر تراجعا معنا لهذا الصباح صندوق المؤشر ب3.25% معنا، وقود إذن تتراجع أيضا ب1.3 نقطة المئوية مع تداولات تفوق المليون بقليل، معنا ناقلات ضمن النطاق الأحمر ب1%، ومعنا إذن كيو أم بي في المنطقة الحمراء بتراجعات تبلغ 16 النقطة المئوية. إذن معنا مجموعة قوية من الأسهم القيادية ضمن المنطقة الحمراء، من بينها أيضا سهم صناعات قطر متراجع بقرابة 20 النقطة المئوية. النشاط لهذا الصباح تتصدره قامكو، هذا السهم الذي شهد أيضا تفاعل كبير خلال الأسبوع الماضي، ورأيناه يخترق مستويات مهمة تقوده اليوم إلى تسجيل ريال و43 درهم في مستهل هذه الجلسة، ما يعادل 3% مكاسب، وتداولات تقترب من 34 مليون ريال على قامكو وحدها، فيما تستحوذ إزدان على 32 مليون لتحل في المرتبة الثانية، وأيضا باللون الأخضر السلام 2% بحوالي 17 مليون ريال، واستثمار بالأخضر بقرابة 13 مليون. إذن مستويات قوية تسجلها الشركات الأكثر ارتفاعا، وفيما يبدو أن هناك عمليات دخول شرائية تدعم أداء هذه الشركات في مستهل هذا الصباح. الصورة مشاهدينا كانت ليست بالبعيدة عن مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، وذلك إذا ما تحدثنا عن الأسواق العالمية. طبعا الأسواق العالمية سجلت ارتفاعات، ونتحدث تحديدا عن مؤشرات الأسهم الأمريكية، وتابعنا معها مستويات قياسية جديدة. كان هناك دعم من التفاؤل الاقتصادي، دعم من توقعات استمرار السياسة النقدية التيسيرية، وكان هناك أيضا تواصل تخفيف تدابير الإغلاق الوطني في الولايات المتحدة، مع تطعيم حوالي 20% من البالغين في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا. على صعيد التداولات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 1% مع نهاية آخر جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 33,800 نقطة، ليسجل بذلك ارتفاعات أسبوعية بلغت أيضا 2%. كما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 18%، ليسجل أيضا مستوى جديد عند 4,128 نقطة، ومحققا أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 2.17%. كما سجل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.10 النقطة المئوية. هذا كان حديث عن الأسواق الأمريكية. في البورصات الأوروبية غلب أيضا الارتفاع على معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية مع نهاية تداولات الأسبوع، لتتأثر بدورها باستمرار الصعود القياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تأكيدات من جانب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتواصل السياسة النقدية التيسيرية لفترة من الوقت. وصعد مؤشر ستوكس يوروب بنسبة طفيفة بلغت به مستويات قياسية عند 437 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية حوالي 1.16%. كما صعد أيضا مؤشر داكس الألماني بحوالي 20% إلى 15,234 نقطة، وبلغت مكاسب مؤشر كاك الفرنسي أقل من 10 النقطة المئوية مسجلا 6,169 نقطة، بينما تراجع فوتسي البريطاني بنحو 14 النقطة المئوية.
في أسواق النفط تراجع خام برنت رغم انخفاض الدولار مسجلا خسائر أسبوعية، وتراجع سعر عقود خام برنت القياسي تسليم يونيو بأكثر من 20% ليسجل 62 دولارا و 95 سنتا للبرميل، ويشهد معها خسائر أسبوعية بنسبة بلغت 2.19%. كما هبط خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو نحو نصف النقطة المئوية عند 59 دولارا و 32 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك بنسبة بلغت 3.5% خلال الأسبوع. هذه كانت صورة الأسواق العالمية كما توعناها مع الإغلاقات، وأريد الحقيقة أن أبدأ من أسعار النفط. التأرجح الحالي ما بين 60 و65 دولار للبرميل، هل يبرهن على قناعة السوق والمنتجين بهذا المستوى، أم أننا قد نشهد قفزات مستقبلية تبعا للعرض والطلب؟ أعتقد أنه ليست قناعة روان، ولكن ترقب، لأنه حتى الآن لم يظهر التأثير الفعلي لعملية التعافي الصناعي حول العالم. الصناعة هي المستهلك الرئيسي للنفط، وأيضا جزء منها حركة الطيران وحركة التنقل وحركة البضائع. فالآن هناك ترقب بعض الشيء، وفي نفس الوقت حتى تلحظين ذلك أنه الأهم من أسعار النفط نسبيا هو عدد منصات النفط الجديدة التي تم إضافتها. كنا سابقا نرى أنه مع أي ارتفاع لأسعار النفط تجدين مباشرة ارتفاع ملحوظ على مستوى منصات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم نجد هذه القفزة الكبيرة على مستوى إنتاج النفط الصخري، فيبدأ الضغط على مستوى الأسعار. ولكن الآن حتى البيانات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، إما ارتفاع طفيف في عدد المنصات أو حتى خلال هذا الأسبوع كان هناك ثبات على مستوى منصات النفط وارتفاع طفيف في منصات الغاز الطبيعي. معنى ذلك أنه الترقب حتى غالب على أبناء هذه الصناعة. الآن السعر الحالي كما تحدثتي هو سعر مقنع ومرضي بشكل كبير، ليس لكل المنتجين ولكن لجانب كبير منهم، وحتى من يتحمل نسبة من الضغط عبر هذا السعر قادر على التكيف معه في ظل الظروف الحالية. ولكن التخوف فقط هو أنه يكون هناك ارتفاعات قوية يعقبها هبوط قاسي، لأنه كانت لو تذكرين العام الماضي لم نشهد هذا التراجع من قبل في أسعار النفط، وبالتالي هذا السوق فيه نوع من الهشاشة نسبيا. طيب سيد أحمد، بشكل سريع، يعني كلما برزت الارتفاعات القياسية يعود شبح التخوف من موجة تصحيح قوية لتعقب هذه المكاسب. برأيك هل يمكن أن يحدث ذلك حاليا، أم أن كل المؤشرات التي تبرز حول التعافي خاصة في أمريكا والصين سيدعم هذه المستويات وسيحافظ عليها؟ هلا يعني بالنهايه نحن بنعرف انه كل شيء جائز باسواق المال، ولكن اعتقد انه الفتره الحاليه في ظل وجود خلينا نقول اخبار هادئه ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، والاخبار الايجابيه عن الدعم وحزمات الدعم والعديد من الامور الاخرى، بستبعد انه نشوف هذا الضغط القوي والهبوط الكبير بوقت سريع. ولكن بكل الاحوال السوق عند قمم تاريخية، وممكن معرض بأي وقت لعملية جني أرباح. تصحيح قوي وعنيف، أنا بتصور أنه الفترة الحالية يمكن في حال عدم وجود أي ظروف خارجية قاهرة، لا قد نكون بعيدين نوعا ما عنه خلال الفترات الحالية. نعم مشاهدينا، إذن قبل أن نختم هذا اللقاء سيد محمد، فيما يبدو هناك تفاعل على أو بروة. خبر جديد على سهم بروة. يعني كما نعلم جميعا بروة كان لديها قطعة أرض في منطقة الرياض، واحة الرياض، شركة تابعة لها، والآن يعني منذ دقائق أعلنت الشركة عبر موقع البورصة أنه تم بيع قطعة الأرض في اتفاق مع في السعودية، المملكة العربية السعودية، لبيع قطعة الأرض. الصفقة قيمتها كبيرة، حوالي 742 مليون ريال. وكانت بره اشترت هذه قطعة الأرض عام 2016 بحوالي 750 مليون ريال. نعم. والحديث الآن عن هناك إفصاح تكميلي ننتظره جميعا على مستوى كيف سيكون تأثيرها على النتائج المالية، الأرباح المحققة، خاصة أن الشركة أنفقت على تطوير هذه قطعة الأرض، وبالتالي نشهد الآن التفاعل القوي على بروة وارتفاع سعرها وتداول القواعد. شكرا على هذه المتابعة سيد محمد السقا، صحفي الاقتصادي في جريدة الوسيل، وعلى تواجدك لهذا الصباح. كما نشكر أيضا ضيفنا من بورصة قطر محلل الأسواق المالية سيد أحمد عقل. ومشاهدينا دائما وأبدا أشكركم على متابعتكم القيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.